عايله دنيا، اهلا اهلا بيكي. الو، ايوه حبيبتي اتفضلي. ازيك يا سيدة، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، اهلا وسهلا. انا كويس الحمد لله. معلش بس هتلاقيني متوترش من اول مره اتكلم يعني على الشاشه وكده. لا يا حبيبتي اتفضلي. ممكن اكلمك فيه؟ اتفضلي يا فندم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. والله انا بقالي سنتين عايزه اكلم حضرتك ومش عارفه اتواصل خالص. الحمد لله جات المكالمه بعد سنتين. انا متجوزه من سنتين، ساعه ما اتجوزت وانا جوزي كويس جدا معايا ما بيزعلنيش ولا اي حاجه من دي، بس عندي مشكله في حماتي بقى. يعني من ساعه ما اتجوزتي من سنتين ايه اللي حصل؟ من ساعه ما اتجوزت وانا حماتي عامله لي مشاكل. وانت عندك مشاكل مع جوزك؟ لا مع حماتي، انا جوزي كويس معايا جدا. طيب انتوا قاعدين في بيت عيلة؟ حماتي بقى ايه؟ قاعدين في بيت عيلة؟ لا قاعدة يعني قاعدة في ايجار، بس قاعدة بعيد عن حماتي بكام شارع كده. تمام ماشي. زعلانة ان ابنها كويس معايا، دايما تخلق اي مشكلة لو رحت عندها قعدت شوية لازم تكلم ابنها ده ما تسمعش كلام، وانا والله مش بعمل لها حاجة. يعني انا من الفيوم وقعدت هنا في الأليوبية، هنا قاعدة مع اهل جوزي، سبت اهلي كلهم في الفيوم، قعدت معاهم هنا ودايما مرمطين حماتي بالذات، دايما تهني وانا مش برد عليها وباجي اشتكي لابنها تقول لي معيشي جنب. يعني مثلا يعني بص يا دنيا، يعني مثلا المشاكل اللي بتعملها معاكي زي ايه مثلا؟ يعني ايه مثلا؟ يعني كانت عايزه ان ابنها مثلا يروح يقعد معاها هي 3 ايام وانا معايا 3 ايام، دي كانت مشكله، كانت عاملاها مشكله كبيره. لا معلش يعني ايه مش فاهمه، يقعد معاها ازاي؟ هي ملهاش يعني اولاد تاني يعني؟ ما عندها ولا يعني ما عندها ولد تاني، بنت تانية كلهم متجوزين. بس هي بتقول لك ما حق يعني ابنها ده هي ما بتعرفش تقعد من غيره، عايزاه يقعد معاها يعني طول الوقت. يعني عشان هو مثلا، هي حماتك عندها كام سنة؟ أنا حماتي عندها حاجة و60 سنة. وهي قاعدة لوحدها؟ لا قاعدة مع جوزها. تمام. قاعدة مع مين؟ جوزها. قاعدة مع جوزها وأهل أهل جوزها معاها. طيب او ما هي يعني جوزك بيروح لها يقضي معاها اليوم ويرجع ولا بيبات عندها 3 ايام؟ بيروح مثلا، لا بيروح مثلا يوم جمعه يوم اجازتي بروح نقعد شويه، انا بنزل الصبح شويه واخر النهار شويه، لكن هو جوزي كل جمعه بيروح هناك. طيب يعني هو كل جمعه كل اسمعي اسمعي يا دنيا، هل حماتك قريبه منك؟ لا بتقول جنبها. قريبه جنبك يعني صح؟ قريبة جنبي. طيب هل زوجك ما بيروحش يعني يطل عليهم كده كل يوم والتاني؟ لا بيروح، بس هي بتقول لك هي عايزاه معاها، هي بتقول لي انا عايزه ابني معايا. باب يعني هي عندها حب التملك يعني. هي عايزه ابنها. حصل برضه ان حماية ربنا يبارك له جاب لنا، احنا كنت قاعده في الجوز والعقد بتاعي خلص. حماية قال خلاص انا هجيب لكم شقه تقعدوا فيها بدل ما تقعدوا في ايجارنا، ربنا كرمني ببنوته. حماكي قال ايه؟ قال لك حماتي حمايه قال لي هجيب لكم شقه تقعدوا فيها بدل الايجار اللي انتوا قاعدين فيه. هيشتري لكم شقه تمليك يعني؟ عشان خاطر ربنا كرمنا ببنته قال لي يقعد في بيت ملك احسن. طيب حماتي كويس. حماتي ما رضتش وخربت الدنيا معايا، قال لها قالت له خلاص انا عندي شرط، الشرط ده ان الشقه دي تتكتب باسمي ما تتكتبش باسم ابنك. تتكتب باسم مين؟ باسم حماتك مش باسم ابنها؟ تتكتب باسمها هي مش باسم ابنها. وحماكي وافق ولا ما وافقش؟ حماية اعترض على كده، بتقول له لا انت عايز تروح تجيب له الشقه وتكتبها باسم عشان هي تضحك عليه وتاخدها. هم حصل مشاكل كتير ان هم شغل بقى عيال. والله شغل عيال يا دنيا، بس مشاكلها كتير قوي معايا. يعني في حاجات انا ممكن اقول لحضرتك بس كلها حاجات تافهه، بس هي بتكبر المواضيع وبتعمل مشاكل كتير. المهم الشقه جت ولا ما جتش؟ سيبك من كل اخر مشكله دي. اخر مشكله دي وفي الشارع كانوا هي وابنها كانوا متخانقين مع بعض، وقفوا في الشارع، ده هي السبب، ده هي اللي عامله لك عمل، وانا والله ما اعرف عن كده اي حاجه، يعني ما اعرفش عن الحاجات دي. حاجات له هي عامله لك عمل وستها ستها اللي عاملاه لك، يعني قايله لستها تعمل لك العمل ده، واخته في الشارع دي هي قالت كلام كبير قوي ما ينفعش ان انا اقوله، وانا مش بعمل لهم والله. طيب انت بعد كل بقى يعني هي لما قالت كلام وبتاع وجوزك عرف، رد فعل جوزك ايه؟ جوزي يا شيخ بص هو طيب، ثم تتخيل هو امي ما بيتكلمش خالص، حتى لما باجي اقول مثلا
يا بابا مثلا امك عملت لي كذا، اتكلم طيب معاها اقول لها ما تعملهاش كده، ده هي لوحدها هنا ما عندهاش اهل، اهلها كلهم في بلد تانية. يكلمها ما يعني ما فيش، ما بيسمعش منها وهو ما بيعيدش الكلام معاها. طب هسالك سؤال، هسالك سؤال يا دنيا ورد عليا لو سمحتي. تمام. انت متخيله ممكن زوجك يعمل ايه بدل ما هو يعني هو بيروح يقول لمامته ما تعمليش كده وهي قاعده لوحدها وما ينفعش وبتاع وهي ما بتسمعش الكلام، ايه اللي ممكن زوجك يعمله اكتر من كده؟ هو ما يعني شايفين هو ما يعملش حاجه، هو مش عارف يعمل حاجه اكتر كده مع مامته. لا انت ايه رايك؟ يعني انت ممكن انت لو مكانه تعملي ايه؟ انا لا انا مش عايزاه، انا مش عايزاه والله العظيم ولا يتخانق معايا ولا اي حاجه، بس عايزاه يتعاملني كويس. انا بس قاعده هنا بقول لك لحضرتك، هو بيمشي الصف بقى طول النهار كده في الشقه، ما بخرجش بره، ما بخرجش الشارع ده، ما عنديش اهل هنا، اهلي كلهم بره. ايوه يعني ايوه هو بيقول الكلام ده، وهو بيقول الكلام ده لمامته ومامته ما بتسمعش الكلام، يبدو ان مامته قويه يعني وعندها حب التملي. لا لا ما ب... لا هي يعني ما بتسمعش كلام، انا بقول لها مثلا ما تكلميش حد، لا بتكلمه بره. طب اسمعي بس، اسمعي بس، هو ممكن يعمل ايه اكتر من كده؟ والله مش عارفه يا شيخ، بس هو ما بيعملش حاجه. انا هقول لك ماشي يا حبيبتي. اولا ما فيش بيت يا اخوانا يخلو من منغصات الحياه. اما الزوجه تلاقي زوجها ما شاء الله كويس، فتلاقي حماها قرد، حماها طلع كويس، طلعت لها حماتها يقول لك مش عارف كذا، حماتها وحماها كويس طلع والله مش عارف اخوات جوزها مطلعين عينيها لا يخلو. طب والله الحياه، فتلاقي ضيق في الرزق، يعني الدنيا كويسه فتلاقي ضيق في الرزق. كل دي نوع من انواع الابتلاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى يبتلي بها الإنسان حتى يرى صبره، أنت هتصبر ولا لا تصبر. طيب أما وإن كان الواقع زي ما أنت قلت كده، الحمد لله زوج كويس وزوج طيب وحنين عليك زي ما أنت بتقولي وما شفتوش منه حاجة وحشة، لكن هي المشكلة وحماكي راجل كويس الحمد لله، المشكلة في حماتك، يبقى هنحاول بقدر الإمكان اللي احنا نكسبها. يعني شوفي حماتك، احنا بقالنا سنتين ما نشوف حماتك نعرف نكسبها إزاي. يبدو اللي انت مثلا بتتكلمي معاها كلام واقف، يعني ليني الكلام معاها، عارفه اللي هو ولا تستوي الحسنات ولا ادفع بالتي هي احسن، انت ماما وانت بابا، وبعدين انا ماليش حد، وبعدين ممكن تشكلها مثلا حكايه اي كلام بقى تافهه يعني كده اللي هي يعني مش حاجه كبيره، بس هو انت بتاخدي رايها فتقول اه ده بنتي وحبيبتي دي وضنايا وبتاع، اللي هو ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. جربي ده وصدقي، هو ده مش نفاق يا مولانا؟ لا ليس نفاق، انا عاوز حياتي تستقر، انا محتاج حياتي تمشي، مش محتاج المنغصات دي، اي منغصات انا ساتجاوزها. فهتعمل ايه؟ بص يا ماما ده حصل فانا جاي اخد رايك، فاعمل ايه يا ماما؟ اي كلام يعني، روح احكي قصه تافهه كده وشوفي. هتيجي بعد فتره وتقول ايه ده البنت دي بنتي، ده انا ما عنديش الا هي، عارفه ده، وهتلاقي يعني سبحان الله الحياه بتبقى ماشيه والحياه مستقره وبتاع. طب لو هي إيه زي ما هي ما بتتغيرش ابدا بعد ما عملت كل ده، شوفي يا اختي الكريم، اللي هو انت ليكي بيتك وليكي زوجك، شيل ده من ده يرتاح ده عندها. طيب هي عاوزه ابنها، مالكيش علاقه، ابنها بقى يروح ما يروحش، انت تقولي له روح لماما. لكن انا عاوز اقول للزوج اللي هو في النهايه قال رسول الله عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا كده ولا كده، الله يكرمك.